أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أكد أن حرص حكومة مملكة البحرين على ضمان توفير حياة كريمة للأفراد والأسر البحرينية وتحسين دخل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط يأتي في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى عبد الله ورعا. وأشار إلى أن بيان مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة قدم صورة مشرفة لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمنت أوجه الدعم المالي المباشر للأسر والمواطنين بمبلغ إجمالي بلغ 382 مليون و500 ألف دينار بحريني خلال العام 2017. وأوضح ميدان أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي في عام 2017 بلغ 15523 مواطنا، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 21 مليون و500 ألف دينار بحريني. كما تطرق الوزير إلى سلسلة من المبادرات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستكمال منظومة الأمن الاجتماعي، ومنها برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل علاوة الغلاء، حيث تستحق هذه العلاوة كل أسرة يقل دخلها عن 1000 دينار من خلال دعم مالي حكومي مباشر. في عام 2017 بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي 118,659 أسرة بحرينية بمبلغ إجمالي قيمته 128 مليون دينار بحريني. وأشار حميدان إلى اهتمام الحكومة البالغ بفئة ذوي العزيمة من المواطنين والسعي للحفاظ على مكتسباتهم من خلال صرف مخصص لذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة في العام الماضي 11,144 مواطنا، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 18 مليون و100 ألف دينار بحريني. في إطار الدعم النقدي المباشر للمواطنين، لفت حميدان إلى مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، حيث بلغ عدد المستفيدين 154,642 رب أسرة في العام 2017، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 25 مليون و900 ألف دينار بحريني. ومن جهة أخرى، وبناء على مكرمة ملكية صدرت عام 99 بشأن التخفيض من أعباء مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر البحرينية المحتاجة، فقد بلغ عدد المستفيدين من مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء أكثر من 31,741 مواطنا خلال العام الماضي.